يسعد مساءكم مشاهدينا الاكارم في كل مكان وليله جديده وختاميه من برنامجكم ليالي مهريه عن المهره والمهرئين بمجالات متعدده كان وما يزال حديثنا فاهلا ومرحبا بكم معنا سهلا مرحبا سلام كيف حالك؟ طيب حالك؟ طيب. طيب. كيف حالك؟ يحفظ كيف يحفظك كيف اموركم؟ طيبين؟ الحمد لله الله يعطيك العافية اخباركم؟ خير وعافية كيف حالهم؟ طيبين العايدين كل عام وانتم بخير ان شاء الله. يا حياكم الله شرفتونا في هذه الحلقه ان شاء الله نتحدث عن العيد وعن افراح العيد باذن الله مشاهدينا الأكارم سنتحدث الليله عن العيد وعادات العيد في محافظة المهرة مع ضيفين عزيزين سيكون الليلة إن شاء الله حديث جميل عن العيد وهناك العادات والتقاليد التي يتميز بها المجتمع المهري في العيد فكل عام وأنتم بخير ورحب بضيفي العزيزين ونذهب وإياكم مشاهدين الأعزاء إلى متابعة هذا التقرير الذي يتحدث عن العيد وتقاليد العيد في محافظة المهرة مرحبا تفضلوا الله يعطيك العافية حياك الله خضلك. من أكثر المناسبات الفرائحية التي ما زال أهل محافظة المهرة متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم فيها هي مناسبات الأعياد الدينية كعيد الفطر وعيد الأضحى المباركين. فالعيد في المهرة يظهر جماله بجمال الموروثات الشعبية التي تقام فيه كالرقصات الشعبية بأنواعها المختلفة من منطقة لأخرى والألعاب والزيارات واللقاءات المجتمعية. حيث يبدأ الاهتمام والتجهيز للعيد من وقت مبكر من قبل الاهالي في المهرة. فالاطفال يتاهبون بالملابس الجميلة والجديدة، والعوائل يتواجدون في المنتزهات الطبيعية والسياحية، كالكورنيش والحديقة، أو بعض المناطق السياحية المطلة على البحر. عدنا لكم مشاهدينا الأعزاء بعد أن تابعنا هذا التقرير الذي يحكي عن العادات والتقاليد للعيد في محافظة المهرة حقيقة ليلة سعيدة نتقدم بالتهاني والتبريكات بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك عاده الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين باليمن والبركات عيد مبارك كل عام وأنتم بخير ورحب بكم معنا في هذه الحلقة أجواء عيدية وأفراح في مدينة الغيظة الليلة وفي عموم بلاد المسلمين نحتفل بهذه المناسبة كل عام وأنتم بخير ممكن تعرفنا عن اسمك الكريم اسمي احمد عبد الله عقيل آل حفيظ من الشيخ ابو بكر بن سالم حيا فيك وكل عام وانت بخير ان شاء الله ممكن نتعرف على اسمك علوي عبد الله علوي آل حفيظ مرحبا بالاخ علوي وكل عام وانت بخير ان شاء الله والسلامة. الله يعطيك العافيه علوي نحن نتحدث الليله عن العيد وعن العادات والتقاليد التي يمارسها ابناء محافظه المهرة في اول يوم العيد نتحدث عن العادات والتقاليد العيديه في محافظه المهرة طبعا اول ايام العيد الناس يتوجهون الى المساجد نعم صباحا يصلون في الجوامع نعم وبعدها بعد ما يطلعون من المساجد يطلعون على اشكال صفوف ويتوجهون كل الى حارته وكل الى حصنه وكل الى عاداته الاوليه. آه نعم يتقدموا بالتهاني والتبريكات كذلك كثير من العادات العيديه التي يمارسها ابناء المهره آه ما هي العادات الموجوده حتى الان التي لا زال الناس يحافظوا عليها طبعا العادات حتى الان مثل ما هي الحمد لله خاصه في المهره ما شيء تغير ولله الحمد نعم آه لازلنا يعني محافظين على الارث نعم القديم والتقاليد القديمه نعم ومثل ما قلت يعني يطلعون من المساجد ويطلعون على شكل صفوف ويتوجهون كل يتوجه الى حصنه نعم. وكل يتوجه الى نعم مع الافراح العيد والتهاني والتبريكات حقيقه هناك العيد له نكهه خاصه في محافظه المهرة أكيد. وخاصه هنا في مدينه الغيضه طبعا. الاخ احمد نتحدث عن فرحه العيد ما هي قيمه الفرحه لدى المجتمع المهري بقدوم عيد الفطر المبارك. أولاً نشكركم على حسن الاستضافة في برنامج ليالي مهرية ثم نقدم تبريكات بحلول هذا العيد. بالنسبة لكيفية الاستعداد في العيد يكون الاستعداد من قبل العيد بليلة بشرائهم للثياب وتزين وظهور بأحسن حلة وبأفضل طلة وأيضا يكون الاستعداد حتى بالنسبة للمساجد من قبل كانوا الناس يحيون الليل من قبل طلوع الفجر من قبل طلوع الفجر بتلاوة القرآن حتى قبيل الفجر يكون فيه شيء من الإحياء بالتكبير ثم إلى صلاة العيد فتأتي التراتيب التي تعودوا عليها مثل ما كانوا يقومون بها الأجداد نعم جميل أن العادات والتقاليد لا زالت حتى الآن يحافظ عليها ابناء محافظة المهرة وهي تبدأ من ليلة العيد كما أشرت حتى الخروج من صلاة العيد وكذلك تستمر لعدة أيام الأخ علوي نتحدث عن فرحة العيد في المهرة نتحدث عن عندما يبدا المصلين صلاه العيد أو ما هي الطقوس والعادات التي يمارسها الناس بعد اداء صلاه العيد في مساجدهم او حتى في الاماكن العامه. اولا يستقبلون العيد بحفاوه وفرح نعم. وسعاده مثل باقي المسلمين ومن ثم كل يعني يتوجه الى حصنه ويتوجه الى عاداته القديمه وحنا خاصة نعم. حنا القبيلة نعم. يعني نتوجه إلى حصننا نعم في في كل مكان لهم أماكن محددة يذهبوا إليها ويتبادل التهاني والتبليكات بمناسبة العيد قبل أن نتحدث ونخوض في هذا الحديث نذهب وإياكم مشاهدين الأعزاء إلى فاصل قصير فلا تذهبوا بعيدا عدنا لكم مجددا مشاهدينا الاعزاء بعد هذا الفاصل القصير ولا زالت الاجواء العيديه التي نعيشها الليله بمناسبه قدوم عيد الفطر المبارك كل عام وانتم بخير مشاهدين الاعزاء كل عام وانتم بخير سالتك قبل الفاصل الاخ علوي عن من ليله العيد نحن من الليله الى يوم غد ان شاء الله ما هي العادات وكذلك الطقوس العيديه التي يمارسها الناس هنا في محافظه المهره؟ طبعا عاداتنا احنا م م نطلع من الجوامع نعم ونعايد سته بيوت من اصل ثلاثه حصون او سته نعم سته منازل للمناصب للمشايخ في هنا في مدينه الغيطه دائما يتجمع الناس نجد ما هي البيوت التي يبدا اليوم الاول هناك المعايده اليها نتحدث حول هذا الأ الاجواء العيديه في مدينه الغيطه اول نعاود حصن ابو بكر بن سالم نعم. من ثم نعاود حصن باقرون اللي هو يعني حصن عيدروس بن عبد الله نعم. ومن ثم حصن حسب بن زقاف ثم البيوت الثانيه نعم اول يوم هذا نعم ومن ثم بيوت البيوت الاخرى في في المكان في السوق أو في أي مكان كذلك اليوم الثاني ما هي الطقوس هل هي بنفس المنوال أم تتغير طبعا اليوم الثاني احنا نعاود على عيال عمنا واخواننا المناصب اليوم الثاني نروح نعاود بيت محمد بن عقيل بن سيد حميد المنصب نعم وتقوم فيه الهازيج وال الاهازيج وكذلك يتبادل الجميع التهاني والتبريكات طبعًا اليوم الثالث كذلك هو العيد في المهرة اعتقد ثلاثة ايام الجميع يفرح بهذه المناسبة فاليوم الثالث ما هي الطقوس التي تقام هنا في الله؟ اليوم الثالث يكون باقي ايام العيد نعاود ارحامنا واقاربنا وعيال عمنا واخواننا نعم وهل مثلا تخرجوا اماكن عامه هكذا للفسحه للرحلات شبابيه في العيد أم العيد هو معاوده للاهل والجيران والاقارب بس طبعا في بعض من الشباب يخرجون خارج منطقه الغيطه نعم. ويقومون رحلات و... في هذه الايام الايام العيد في ايام العيد نعم, نعم. حقيقه هناك الايام ايام عيد فطر المبارك ايام جميله في محافظه المهره، الجميع يتبادل التهاني والتبريكات وكذلك المعاوده للاهل والجيران والاصدقاء. الاخ احمد نتحدث عن الالعاب الشعبيه في المهره، هناك كثير من الالعاب والطقوس الدينيه، ممكن نذكر الالعاب الشعبيه في المهره التي تقام. مثل ما قلت في العاب شعبيه، الالعاب الشعبيه مثل لعبه البرعه، No. وكذلك آه لعبة التي لعبة السيوف وهذه هي الألعاب الشعبية التي هي عند آه ابناء محافظه المهرة نعم العاب كثير من الالعاب تقام بمناسبه عيد الفطر المبارك نعم. والاعياد والجميع يستبشر خير بقدوم العيد، هناك العادات تختلف من مديريه لاخرى لا نجد هنا في مديريه القيضة الكثير من العادات والتقاليد العيديه الجميله التي يمارسها الناس مع قدوم عيد الفطر المبارك، مشاهدينا الاعزاء الان نذهب الى هذه الاستطلاعات التي اجراها طاقم البرنامج حول الكثير من العادات والتقاليد العيدية في محافظة المهرة فلنتابع هذه الاستطلاعات. نسوي نروح نصلي صلاة العيد بعدين نعيد الاهل والاقارب والاصدقاء. نسوي في العيد اول شيء نصلي صلاة العيد. وبعدين مع مع العيد الاهل ومع الاصدقاء في العيد اول نذهب الى رحلات وبعض يعايد الاهل ولا والاصدقاء في البوادي وفي المناطق اللي في البوادي وذلك مع العيد نذهب نعيد على اصحابنا اللي هم خارج عن المنطقه نزورهم الباديه عدنا لكم مجدداً مشاهدينا الأعزاء حقيقة هناك الكثير من العادات والتقاليد العيدية في محافظة المهرة العادات، التقاليد، الطقوس العيدية في المهرة لا زالت الاجواء عيدية ونحن نعيش الليلة اجواء عيدية فرائحية. الاخ علوي نتحدث عن صلاة العيد ان شاء الله باذن الله قد تقام صلاة العيد. اين تقام صلاة العيد في محافظة المهرة؟ وهل يشارك تشارك النساء الى جانب الرجال في صلاة العيد؟ طبعا صلاة العيد أه نصلي في مسجد حبيب سالم او جامع حبيب سالم وكلنا نصلي جميع افراد السكان الغيضه اما النساء يعني عاداتنا وتقاليدنا النساء طبعا ما تصلي في المساجد في المسجد او في مسجد في العيد تقام بس للرجال صلاة العيد في هنا في مدينة الغيضة، نعم. نعم حقيقة اعتقد ان العادة هذه في كل مديريات محافظة أكيد. المهرة الرجال هم من يؤدون صلاة العيد في ال... وخاصة في المساجد هنا مسجد الحبيب سالم كذلك بعض المساجد في احياء مدينة الغيضة الاخ احمد نتح... بالنسبة نعم ل... تفضل اذا بالنسبة للصلاة تقام ايضا في المساجد هذا بالنسبة لجانب الغيضة في بقية المديريات الاخرى تقام في الساحات ساحات الملاعب تفرش ثم يصلون في ذلك الاتساع ولكثره الحشود. العيد هو عيد هو فرحه للاطفال، كيف يفرح الاطفال بمناسبه العيد في محافظه المهره؟ ما هي الاشياء التي تدخل السرور على الاطفال؟ بالنسبه لادخال البهجه والسرور على الاطفال هذا قد يكون على ما جرت عليه العاده من الاعياد والمناسبات يكون بشراء هذه الألعاب ويلعبون بها وأيضا دخولهم في الزامل ومع أهلهم وأقاربهم من أعمامهم وأباهم نعم. ثم أيضا زيارة البيوت فبالنسبة للصغار يزورون البيوت يكون فيها شيء من أعطاهم الحلوة والنعنع وأيضا أعطاهم شيء من العيدية مصطلح العيدية عندنا نعم هنا موجود. في المهرة هذا معناه شيء من المبلغ معين من المال يفرح به الطفل معم. يفرح به الصغار وهذا من ابرز ما الاشياء ما يدخل السرور, ما على السرور على الاطفال جميل جدا ان نتحدث عن فرحه الاطفال في العيد الاخ علوي نتحدث كذلك عن الاجواء العيديه في المهره كيف هي المعاوده معاوده الاهالي صله الارحام في العيد كيف معاوده النساء في هنا في مدينه الغيظه نتحدث عن موضوع المعاوده في العيد طبعا موضوع المعاوده مثل ما قلت لك احنا عادتنا نعاود سته بيوت من اصل مه. ثلاثه حصون مه. و بصفوف وزوامل وشيلات اما الحريم فكل تعود امها وجدتها وارحامها واقاربها. هذا الحاصل الموجود الان في المهره، حقيقه الاجواء الفرائحيه في المهره تستمر لايام وكذلك هناك انتم كشباب هنا في في المهره ما هي هل يخرج الشباب رحلات كذلك الى اماكن خارج داخل المحافظه او خارجها الرحلات في العيد هل موجوده ولا لا آه طبعا موجوده الرحلات في العيد ثلاث ايام العيد نعم. يقوم الشباب آه يعني بالخروج خارج الغيضة ويقومون رحلاتهم آه في هذه الرحلات آه هل هي عائليه ام شبابيه آه لا طبعا شبابيه, شبابية نعم جميل جدا. اكثريتها نعم. اكثريتها تكون على ضفاف البحر وما يقابل الجبال فيكونون في نعم. مقابلين البحر يصطادون نعم. ويكونون ايضا ملتهين بالطلوع في نعم. الجبال هذا سنة. جميل جدا ان انتم كذلك نتحدث عن الاسره في في المهره هنا كيف هو التعاون وكذلك التآلف في العيد بين المجتمع المهري. نتحدث عن التعاون التآلف في هذه الأيام العظيمة أيام العيد بالنسبة للتعاون والتآلف بالنسبة للمجتمع المهري كذلك هناك شيء من البهجة والسرور والفرح نعم. بهذه الشعيرة العظيمة التي هي العيد وسرور أيضا بعد إكمال شهر رمضان صوم نعم. فسنية العيد والبهجة تكون في مختلف الأقطار ليس محصورة نعم. أيضا على المهرة لكن جانب المواطن المهري يكون فيها شيء من التعاون حتى الآباء يفرحون أولادهم نعم. بالعيدية المقدمة هذا ما عدا زيارتهم للبيوت نعم. عيدية المقدمة وتهنيتهم بالعيد وتزيين البيوت تزيين البيوت من قبل حتى تكون مؤهلة لاستقبال الضيوف نعم كذلك الأخ علوي نتحدث عن زيارة الأقارب محافظة المهرة كبيرة ومترامية الأطراف كيف يتم التزاور بين الأهل في القيضة وكذلك المديريات الأخرى آه طبعا سادس يوم العيد أو سبع يوم العيد يكون لهم زيارة خاصة آه إلى أي مكان في سواء كان في قشن في سيحوت في حوف آه يتم بعد آه سبع أيام من العيد المزاورة الأهل في المديريات الاخرى او الاماكن الاخرى. نعم. جميل جدا ان يكون التزاور خلال هذه الايام. كذلك نتحدث كيف يستقبل تستقبل الاسره المعيدين في العيد. يستقبلونها بالفواله نعم. والقهوه والفواله هي مكونه من حلوة نعم واناناس وخوخ نعم، هذه التي الأشياء التي يتم تقديمها للضيف في العيد. نعم. حقيقة هناك الكثير من الأشياء الجميلة في العيد في محافظة المهرة. الأخ أحمد نتحدث عن في محافظة المهرة ال في الأيام الأولى هناك الأطفال يفرحوا وتكون هناك ألعاب نارية. هل هذه الألعاب تشكل خطر على الأطفال أو تمثل إزعاج للمواطنين؟ هي نعم بالنسبة للضرر ضرر لكن إذا كانت في أيام العيد من صباح العيد ومن عصر يكون فيه شيء من التنبيه من الآبة أنهم يقتصرون على يومين يوم حتى لا يتسببوا في أذى أو إزعاج لبقية الناس لأن الناس مختلفين حد يحب هذا الشيء وحد ما يحبه لكن من باب الاحتياط يفعلوا هذا التنبيه لأولادهم حتى يكونوا في أول يومين أو أول يوم لأنها فرحة فرحه غامره وما يستطيع الانسان ان يمنع نعم. احد من الفرح بليله العيد او يوم العيد نعم العيد هو عيد الفرحه عيد الاخ نتحدث عن ال... هناك قبل قليل تحدثنا عن الاهازيج في العيد بعض القصايد التي نسمعها دائما تتكرر في العيد والناس ينتقلوا من حصن الى اخر وهم يعاودون البيوت في العيد ممكن تذكر لنا بعض هذه القصايد التي تستحضرك الان طبعا هي قصايد كثيره نعم. وفي واحده من اللي تحضرني حقت شيخنا ابو ابراهيم حمد بن محسن معروف يقول فيها يلا بعوده على جوده والارض يا رب تحميها كثر الحزازات ما تنفع يا ناس من يصفيها صفيها نعم كلمات جميلة وتحمل الكثير من المعاني والدلالات حقيقة الهازيج هذه تتكرر في الأعياد سواء كانت في معظم الأعياد نسمع هذه الأبيات هذه الأقوال تتكرر ويحفظها الناس جميعا في في العيد كذلك ممكن تذكر لنا بعض الأهازيج بعض القصائد التي دائما نحن هنا في مدينة الغيضة تتكرر مثل هذه القصائد في قصيدة أو أهازيج مثل ما أشرت طبعا تتكرر وأيضا قصيدة يأخذوها بعد خروجهم من مسجد الحي والسالم أداهم صلاة العيد يأخذون هذه القصيدة والتي اشتهرت عند الجميع بزامل والكل يذهب إلى زيارة بيوته وحصونه التي هي سنة العيد يلا لنا بعودة نتجمع فيه على مر السنين دنيا الندم ما أحد فيها مخلة ما ينفعك مالا ولا بنين نعم هذه ياخذونها هذي... ومنتشرة منتشرة نعم. عند وقد تتكرر في كل مناسبة وقد تتكرر تتكر في العيد عند خروجهم نعم. من المسجد من الجامعة خصوصا من مسجد الحبيب سالم تجمع فيه القبائل وهذا من سابق زمان من ايام الجدود ولا زال محافظين ولا حد زال لحد الان تسال ليس يخص الساده فقط تسال اي قبيله من القبائل التي قد تصلي في العيد في مسجد الحبيب سالم عندهم هذه القصيده وياخذونها زامل من خروجهم منذ خروجهم من مسجد الحبيب سالم الى ان يوصلوا الى بيوتهم والى حصونهم جميل مثل هذه الاهازيج هناك كلمه لي بمناسبه العيد من تحب ان تهني في هذا العيد أقدم التهاني والتبركات لجميع الأقارب والأهل وأهني جميع أبناء محافظة المهرة كذلك أهني هذه القناة قناة المهرية وأرجو أن يرفع الله تبارك وتعالى هذا البلاء ويرفع القمة عن هذه الأمة نعم الأخ علوي من تحب أن تهني بمناسبة هذا العيد أتقدم بالتهاني والتبركات للأهل والأقارب ولجميع مواطنين المهرة ولليمن كافة عامة كل عام وأنتم بخير شكرا جزيلا لكم على الله الحضور الله. للحديث عن العادات والتقاليد العيدية الله. مشاهدين الأكارم مثلما ابتدينا برنامجنا ليالي مهرية عن رمضان ها نحن الليلة نختتم هذا البرنامج عن العيد في محافظة المهرة حقيقه البرنامج كان يحتوي الكثير من المواضيع والعادات والتقاليد في محافظه المهره شكرا جزيلا لكم دمتم في امان الله وكل عام وانتم بخير اينما كنتم